إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نفتتح بحول الله جل وعلا القسم اللغوي من علم أصول الفقه، من بعد ما كانت لنا إشارات في قسم الحكم وما يتعلق به. الإحاطة الشاملة بكل قسم أمر غير ميسور بالنسبة لمثل هذه المجالس، ولكن نحدث ونتحدث عن الخطوط العريضة كما يعبر، وعن القضايا الكبرى في كل قسم، القسم بحول الله، والبقية تتابع من لدن المهتمين والمتابعين في تفاصيلها. القسم اللغوي من علم أصول الفقه، أو ما يسمى أحيانا بالمبادئ اللغوية، وهو قسم يعني سابق أو مقدمة لمباحث الدلالة ومباحث الأقوال. هذا القسم يفتتح ويبتدأ بأمور كلامية، يعني كلامية نسبة إلى علم الكلام، من الأمور التي تكلم فيها علماء الكلام في مجال العقائد، يعني في مجال اللغويات المتصلة بالعقائد تأصيلا وتفريعا. وانتقل ذلك كما هو العادة وكما هي العادة في كثير من القضايا والمباحث، انتقل ذلك إلى علم أصول الفقه. وهذا المبحث اللغوي أو المبادئ اللغوية شيء طبيعي أن ينتقل إلى علم أصول الفقه، نظرا لأن علم الأصول مرتبط أساسا باللغة. وأول قضية يدرسونها في هذا الباب هي قضية اللغة، أتواضع واصطلاح هي أم توقيف ووحي وإلهام؟ بمعنى، هل اللغة، أي لغة، هل هي من اختراع الإنسان أم أنها وحي وتعليم إلهي علمه هذا الإنسان كما علم الأديان؟ والمذاهب حينما اختلفت في هذا إنما اختلفت بناء على فرع سابق ولاحق، وهو باب الاجتهاد إلى أي حد هو مفتوح في المجال اللغوي، من توليد للكلمات والنحت وسائر أنواع الاختراعات للألفاظ والعبارات، وأيضا النقد للكلام السابق إلى أي حد يمكن الإنسان أن يذهب فيه بعيدا في نقد كلام العرب وكلام غيرهم من حيث التعبير والدلالة على المعاني من خلال دراسة الألفاظ. فلذلك إذن نحكي هنا المذاهب الكبرى والاتجاهات الرئيسة في قضية أصل اللغة، هل هو وحي أم اختراع بشري؟ أما المعتزلة فقد قالوا بأنها اصطلاح وتواضع، أي أن الإنسان هو الذي وضع اللغة، هو الذي اخترعها، وبذلك فتحوا وفسحوا الاجتهاد كليا في المجال اللغوي. أما الأشاعرة فكعادتهم قالوا بعكس ذلك، أن اللغة إنما هي أمر نزل من السماء وعلمه الإنسان عربية كان أو غير عربية، واستند كل فريق إلى أدلة عقلية ونقلية. بينما هنالك مذهب واسط أو وسط، هنالك مذهب وسط كالعادة يقول بأن اللغة أول أمرها توقيف وحي، ثم صارت بعد ذلك إلى الاجتهاد،
فنحكي الآن المذاهب الثلاثة ووجهات النظر في كل مذهب قبل أن نبدأ في دراسة طبيعة اللغة. المعتزلة يرون أن اللغة إنما هي أمر عقلي اصطلاحي وضعي بناء على آيات وعلى استدلالات عقلية قبل ذلك. فالاستدلالات العقلية عندهم في هذا الأمر أن التسلسل سيلزم القائلين بالتوقيف نظرا لأن هنالك مشاهدة ومعاينة لتوليد الألفاظ في المجتمع، إذ يرى الإنسان منذ القديم وإلى الآن أن اللغة تولد وأن الناس قد يعبرون في جيل عن معنى بلفظ لم يستعمله الأوائل أو استعملوه في غير المعنى الذي يعبر به في الجيل اللاحق، وهذا معروف وواضح. ثم إن تسلسل اللغات وتعددها دال على الإنسان على أن الإنسان كان يولد اللغة إذن، وأن هذا الكم الهائل من اللغات واختلاف الألسنة لم يكن قد نزل من السماء، وإنما الإنسان هو الذي اخترع هذه الأمور. فبنوا على المشاهدة والتجربة والعادة الجارية، واستشهدوا في النقل بقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقالوا إن لسان القوم سابق على الرسالة. هذا معنى الاستشهاد، يعني لأن الرسول حينما يأتي أصلا يتكلم لسان القوم، والقوم يتكلمون بلسان قبل الرسالة، وإلا ما حصل التواصل. فلذلك إذن اللغة سابقة على الشريعة وعلى الدين وعلى الرسالة حسب ظاهر الآية كما أولها. ولو قلنا إن الرسالة جاءت أولا باللغة، وهذا التسلسل الذي تحدث عنه، فهذه يعني اللغة التي جاءت ابتداء تعلم الناس، هل هؤلاء ما كانوا يتكلمون أم كانوا يتكلمون بلغة سابقة؟ فالعادة تحيل أن يكون الإنسان غير ناطق وغير متكلم، لأنه بطبعه وبفطرته متكلم. فلذلك إذن يصعب جدا حسب هذا المذهب، وأنا أحكي يعني بعض استدلالاته لاعتزال ابن المعتزلة، يصعب جدا أن يقال إن اللغة سابقة أو إن الشريعة سابقة على اللغة، بل اللغة عندهم سابقة، وكونها سابقة إذن كانت قبل الشريعة، وهذا معنى أنها تواضع اصطلاح ومن اختراع الإنسان. فيعني ما خلق الله في الإنسان من فطرة وأهلية للتكلم اخترع اللغة كسائر الحيوانات والبهائم تتكلم فيما بينها، يعني برموزها وأصواتها وحركتها، فكذلك الإنسان بصورة طبيعية تلقائية فطرية جبلية تكلم، وهذا هو الاختراع والتوليد والاصطلاح والتواضع، وكل ذلك بمعنى واحد، أي أنها ليست توقيفا، ليست أمرا توقيفيا يعني نزل من السماء لا يجوز الزيادة فيه ولا النقصان، هذا معنى التوقيف. فهم يمكنون هذا. الأشاعرة تعتمد على نصوص من الكتاب، يعني أخذوها على أو أولوها بالأحرى على هذا المذهب مذهبهم، وعلى رأسها الآية المشهورة: وعلم آدم الأسماء كلها، فقالوا هذا النص دال على أن آدم هو أول متكلم، وأن الله هو الذي علمه كيف الكلام. فبقي الإشكال في هذه الأسماء، ما هي؟ هل هي اللغات؟ وقد قيل ذلك في التفاسير، أم أن أسماء الله الحسنى أم أنها شيء آخر غير هذا وغير أم أنها أم أنه إلهام.
وهذا هو تأويل المعتزلة الآية، قالوا يعني وعلم آدم ليس بمعنى التعليم أنه يعني جعله يعني يعلمه هذه شجرة وهذه بقرة وهذا إنسان وهذا ملاك، لا، إنما هذا ضرب من الإلهام، أي أنه وضع الله جل وعلا وخلق، خلق في ملكته وفي عقله وفي قدراته القدرة على التسمية، فجعل آدم يسمي الأشياء. إذن ها هنا فارق ما بين المذهبين. الأشاعرة يقولون لا، هذه الآية دالة على أن آدم عليه السلام علم مباشرة الكلام. المذهب الوسط والذي أرجح شخصيا أن الحق معه هم الذين قالوا، وهم أفراد قالوا بأن اللغة كانت توقيفا في بداية الأمر، وهذا منقول ومعقول صحيح، لأنه لنفرض الآن لندرس مسألة عقليا لنتخيل، هب أن آدم يعني قد يعني وهب الطاقة والقدرة على توليد العبارات، وهو كذلك فعلا، الدليل على ذلك نحن أبناء آدم لنا قدرة على التوليد وعلى تسمية الأشياء بعبارات لم تكن قط في تاريخ البشر، فهذا شيء طبيعي أنه يعني موجود في آدم عليه السلام وهو أول البشر خلقا، ولكن مع ذلك ما دام أن الله عز وجل قال وعلم آدم الأسماء قال كلها، وأكد هذا التوكيد كلها، فلا شك أن ضربا من التعليم حصل لآدم، وما كان يمكن يعني أن تكون أو أن يكون المقصود شيء غير التعليم ويأتي لفظ التعليم. الله عز وجل لا تعجزه العبارات سبحانه، ممكن أن يكون هنالك لفظ الإلهام أو لفظ الوحي بمعنى الإلهام، الإلهام كما في قوله وأوحى إلى النحل يعني وأوحى ربك إلى النحل، يعني الإيحاء ضربون من الإلهام، ضربون من الإلهام، لا هذه فيها علامة، والتعليم في لغة العربي التلقين، التلقين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أي يلقنهم إياه، فلا شك أن ضربا من التعليم حصل من لدن رب العزة سبحانه بنص الآية لآدم عليه السلام، لكن يجوز، يجوز أن يكون هذا التعليم قد وقع على لغة واحدة الله أعلم بطبيعتها، هذا أمر آخر، فتكلم آدم بها وجعل ينطق تسمية للأشياء، ثم فعلا جاء أبناء آدم فعلمهم آدم كما نعلم نحن أبناءنا الكلام، آدم تكلم مع زوجه باللغة التي علمها فصارت لغة بين آدم عليه السلام وبين زوجه وبينه من جهة وبين الملائكة أيضا، فبهذه اللغة جعل آدم يخاطب ربه ويخاطب الملائكة ويخاطب زوجه، فأخذت ذريته بل أبناؤه المباشرون هذه اللغة عن لسانه وهو لسان آدم الأول، وسيتفرق الإنسان في البقاع والأقطار والأمصار والقارات وتتناسل الذرية والقبائل وتتوالد اللغة بصورة طبيعية، وهذا واضح جدا كما هي الآن الحال، يعني كثير من اللغات ترجع إلى لغة واحدة معروف، فصلة كبيرة بين اللغة العربية والعبرية، هم يعرفوا ذلك في الضمائر وفي كثير من الكلمات والألفاظ كثير جدا، إما أن تكون اللغة العربية أصلا للعبرية وإما أن تكون اللغتان معا بنتين للغة سابقة بادت وماتت وانقرضت، واللغات اللاتينية الآن إنجليزية فرنسية إسبانية إيطالية آخر كلها جميعا بنات للغة اللاتينية الأم التي انقرضت ولم تعد تدرس إلا على مستوى الأكاديميات والبحوث الجامعية، فإذن اللغة تتوالد، وهذه الأمور حدثت خاصة يعني علاقة اللغات يعني الأوروبية المعاصرة باللغة الأم اللاتينية هذه في العصور المتأخرة
بمعنى أن الإنسان شهد بحضوره التاريخي، شهد تطور اللغات في الوضع من لغة إلى لغة دون أن يكون هنالك وحي ولا رسالة، بل بعد انقطاع الرسالات. فلذلك إذن المذهبان معا، أي الذي يقول بالتوقيف والذي يقول بالاصطلاح والاختراع، كلاهما على حق في جانبين. لابد أن ضربا من التوقيف قد حصل في بداية الأمر، وهو مشار إليه في هذه الآية الصريحة الواضحة، ولا شك أن ضربا من الاصطلاح والاجتهاد والتفريع البشري، أن اللغة صارت بعد ذلك ظاهرة اجتماعية كسائر العادات وسائر العلاقات والثقافات والفهوم، تتطور وتختلف على حسب البيئات وظروف الإنسان. إذا نخلص إلى شيء أحسبه نتيجة لهذا الخلاف في جميع الأحوال، وهو طبيعة اللغة في نهاية المطاف. طبيعة اللغة بغض النظر عن البحوث القائمة الآن نرجع فيها إلى الآية، وهي جامعة مانعة، وهو قول الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها. اللغة ليس فيها الأسماء فقط، فيها الأفعال أيضا، الظروف، فيها حروف من جر وما شابه ذلك. واللغة العالمية كلها فيها شيء من هذا، لغة العالمية كلها فيها أفعال طبعا، فيها ظروف وفيها حروف، على الأقل فيها الأفعال وفيها الأسماء، وكثير منها فيها الظروف بأوصاف النعوت وهل مجرى. لكن مع ذلك الآية فيها: وعلم آدم الأسماء. الأسماء جمع اسمين، فكيف ينطبق ذلك على اللغة جميعا؟ كيف ينطبق ذلك على اللغة من حيث هي تعبير عن المعاني بشتى أنواعها، مما يعبر عنه بالفعل وما يعبر عنه بالحرف وما يعبر عنه بالاسم إلى آخر لائحة من التقسيمات. علق اللغة العربية كما هو في القواعد النحوية اسم وفعل ثم حرف، كلامنا فضل مفيد كستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. الذي يتأمل حقيقة اللغات عامة والعربية خاصة على الأقل التي هي مجال تطويقنا، وهذا مدخل إلى الدرس الأصولي، أي إلى أصول الفقه، كيف اهتم الأصوليون وبما اهتموا أساسا، وما المواقع التي فيها إشكالات تعبيرية والتي لا بد لطالب علوم الشريعة من إتقانها في مجال دلالات أصول الفقه ولغوياته وأقواله، مباحث الأقوال أي التي هي مباحث الدلالات أيضا. فلا شك أن علماء الأصول اهتدوا بهدي الكتاب والسنة أساسا عندما جعلوا يدرسون هذا العلم وهذه الصناعة. قلت إذا تأملنا اللغة من حيث طبيعتها في نطاق العربية وجدناها فعلا أنها اسم وفعل وحرف. في الفعل لفظ دال على الحركة في زمان، الفعل يعني كقولك قرأ أو يقرأ أو سيقرأ، جاء يجيء سيجيء وهكذا، هو فعل يدل على حركة. الحركة إما أن تكون حسية كجاء وذهب وخرج قام جلس، حركة حسية مادية، أو ربما كانت حركة ذهنية يعني لا تبدو في الواقع المحسوس، كحزنة وفرحة وما شبه هذه وتلك، واطمأن وأمن وخاف وأبغض وأحب، كلها معان قلبية وجدانية، حركات في الذهن أو في الوجدان. فالمهم أن الفعل هو حركة فعل، لكن قد تكون مادية حسية وقد تكون معنوية.
ثم هذه الحركة لتكون فعلا لابد أن تقع في زمان ما، ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا. طيب كيف يقع الفعل وكيف يولد؟ هذا ترتيب عقلي، شيئا فشيئا. يولد الفعل، الفعل يولد الفعل بحركة الفاعل، ولا فعل إلا بفاعل. لا يمكن منطقا، هذا منطق اللغة، أن نتحدث عن فعل لا فاعل له، لا يمكن، حتى في سياق ما يسمى بناء الفاعل، هذه تخريجات نحوية. فالفاعل لابد أن يكون حاضرا، وإلا من فعل الفعل؟ من أحدث الحدث؟ لابد، إذا قرأ لابد أن نبحث عن القارئ، لولا القارئ لما كانت هناك قراءة ولما كان فعلها. إذا جلس لابد أن نبحث عن الجالس، إذا ما تصورنا الجالس الإنسان الذي يجلس لا تستطيع عقلا حتى أن تتخيل الجلوس. يعني لما نقول لك مثلا جلس وتبغي تفهمها خصك تخيل، لا يمكن أن يعني ما يسمى بما صدق، يعني المقابل الموضوعي في الواقع. حينما نقول لك مثلا شجرة، في الذهن ديالك رغم عنك ستتخيل هيئة شجرة ما، ما كاينش ما هي، ولكن لابد أن تقع صورة الشجرة في ذهنك بدلالة اللزوم، لأن عبارة الشجرة توحي بصورتها، وإلا لا تستطيع أن تحدد معنى الشجرة. فكذلك إذن في سياق الفعل، أي فعل كيفما كان حينما يذكر لابد أن يستحضر الذهن لزوما فاعله، لابد، لأن الفعل حركة، والحركة لابد من متحرك لتتصور الحركة، خروج دخول جلوس قيام نهوض أكل شرب نوم إلى آخره. يعني حركة ما وقعت لا يمكنك عقلا أن تتصورها إلا بتخيل شخص يقوم بها. فآل الفعل من حيث الوجود إلى الفاعل، فالفاعل إذن موجود قبل الفعل في الواقع وفي الذهن، يعني الفاعل موجود قبل ما يكون الفعل، شيء طبيعي، هذا منطق بسيط لكنه مهم جدا في الوصول إلى تفسير الآية وعلم آدم الأسماء كلها. فتبين إذن أن وجود الفعل رهين بوجود الفاعل، وأن تصور الفعل يستلزم تصور الفاعل، تصور الفعل يستلزم تصور الفاعل. يعني غير تخيل الفعل، يعني رغم عنك سيقع في ذهنك شكل الفاعل أو صورة الفاعل. والفاعل في جميع الأحوال اسم، فاعل اسم. فإذا بقي لنا قسم واحد هو الحرف. الحرف شكل لغوي يقوم بالربط بين الأسماء فيما بينها حينا، وبين الأسماء والأفعال فيما بينها حينا آخر، وبين الأفعال بعضها ببعض أحيانا أخرى كحروف العطف وحروف التعدي وما شابه هذه وذلك. فوظيفة الحروف في نهاية المطاف وظيفة الربط، تربيط بين هذا وذاك، وهي لا يمكن أن تستقل بنفسها كالأفعال. الفعل ما يقدرش يكون بوحده، لا وجود له بذاته، وإنما هو موجود بفاعله. قلنا إذن الحرف لا يستقل بذاته كما أن الفعل لا يستقل بذاته، وهذا يمكنك أن تتخيله في أبسط الأمثلة. لا تستطيع أن تقول في وتسكت، وإلا نسب القائل إلى الجنون. ما معنى في؟ ما معنى على؟ ما معنى و؟ هذا لا معنى له. فلذلك هذه الحروف تحتاج إلى شيء تستند عليه، صحيح حاجة تكي عليها، فتقول في المسجد.
فلا قيمة للحرف إلا بما هو مرتبط به. في هذا المثال المسجد، فصار لفي معنى بسبب وجود المسجد، وإلا فلا معنى له. أو في الدار، وهو العطف، لا قيمة له إلا بما ربط به بين الاسمين أو بين الفعلين محمد وأحمد. أما وهكذا ما عندها مال، لكن حينما تقول محمد وأحمد صار للعطف معنى بسبب وجود الاسم. خطب وصلى، خطب وصلى فعلان، لم يتخذ الحرف حرف العطف هنا قيمة معنوية إلا بوجود الفعلين معا. فأمر الحرف أنه لا يستطيع أن يستقل بذاته وجودا من حيث المعنى، لابد أن يكون في جملة، لابد أن يستند إلى فعل أو إلى اسم. فآل أمر الحرف إذن إلى الارتباط بالفعل أو بالاسم، وآل أمر الفعل إلى الارتباط بالاسم، فصار الاسم هو مركز اللغة وهو مخ اللغة، لأن الاسم يوجد بذاته ولا يحتاج إلى غيره، يوجد بذاته ولا يحتاج إلى غيره. يمكن تقول إنسان وهذا معنى قائم بذاته، لا تحتاج لا إلى فعل ولا إلى حرف. فالأسماء إذن هي مركز اللغة، وحينما يوجد الاسم فالاسم إذا كان من شأنه أن يفعل كانت الأفعال. فإذن الاسم هو الذي يلد اللغة وعنه تتفرع سائر أقسامه الاسم. فمن علم الأسماء علم اللغة جميعا، وآدم علم الأسماء كلها كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، لأنه بمقتضى تعلمه الأسماء سواء كانت هذه الأسماء أسماء ذوات أو أسماء معان فقد تعلم جميع اللغة، لأن أسماء المعاني أسماء الذوات هي الأسماء التي تقع على الأشياء وعلى الكائنات الذاتية، كقولك إنسان وشجرة ونهر وبحر وحيوان، اسماء ذوات. اسماء المعاني أي المعاني التي لا وجود لها في المادة وعالم الحس، ولكن هي موجودة في الذهن، كمعاني الحب والبغض والخوف والرجاء وهكذا، هذه معاني فهي أسماء. فلذلك إذن الأسماء كلها تجمع اللغة كلها. ينتج عن هذا أمر نختم به لله جل وعلا، وهو أن أهمية دراسة اللغة والمدخل الرئيس لدراسة اللغة أي لغة عربية وغير عربية إنما يقع بتعلم أساسا الأسماء بشقيها، أسماء الذوات وأسماء المعاني، لأن أسماء الذوات وأسماء المعاني هي التي ستلد الأفعال، بل الأفعال أصلها معاني أصلها أسماء، الأفعال أصلها أسماء، قضية علاقة الفعل مع المصدر، لأن المصدر ضربوه من تسميتي هو اسم لمعنى في أصله، كقولك يعني أكل وخوف وأمن هي أسماء ومصادر في نفس الوقت. وحقيقة يعني أحيانا يعني معروف يعني الصيغة الاسمية، الصيغة واحدة قد تكون للفظ دلالة اسمية ودلالة مصدرية حسب سياقه، لكن الأصل أنه تسمية لمعنى. إذا يعني تحدثنا عن أمن مثلا، كلمة أمن هي اسم لمعنى آمن يأمن أمنا، فهي ذا مصدر، أي أنها تتولد عن حركة الفعل الذهنية ويكون بها مصدر، ولكن يعني تسمية ذلك المعنى هو الأصل. ولذلك هذا خلاف بين المدرستين الكوفية
البصرية هل الأسبقية للفعل أم للمصدر؟ منطقيا للمصدر، منطقيا للمصدر، منطق اللغة، منطق الطبيعة، لأن المسألة أسماء موجودة قبل الأفعال، شيء طبيعي، الأسماء موجودة قبل الأفعال، والمصادر موئلها إلى الأسماء، رغم أنه نحويين يفرقون بين الاسم والمصدر، وهو تفريق صحيح، لكن الأصل المرجع إلى تسمية المعنى بكذا. فلذلك إذن دراسة اللغة، أي لغة، يجب أن يكون مفتاحها عبر الأسماء بشقيها، الأسماء المعنوية والأسماء الذاتية. لذلك إذن كانت قضية الدلالات في أصول الفقه قائمة أساسا على هذا المعنى، على إطلاق الألفاظ على المعاني والترتيب على هذا السياق، الأسماء أولا ثم الأفعال ثانيا ثم الحروف ثالثا. تحدثون عن حروف المعاني، تحدثون عن عبارات هي في سياقها يعني أفعال، وهو المطلق والمقيد، يعني المطلق المقيد يدرسه في الأمر والنهي، وقبل ذلك جميعا يتحدثون عن العموم وعن الخصوص وعما شابه هذا وذاك، وهذا لا يكون في العادة اللغوية إلا في الأسماء، مثل يا أيها الناس، الناس اسم، هذا عموم للفقراء، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، الفقراء المؤمنون، وهكذا وهكذا. فإذن حينما تتضح هذه الخريطة في الدين أمكنك آنئذ أن تتدرج عبر مباحث الأقوال واللغات في علم أصول الفقه بشكل منطقي يرسخ الدرس الأصولي في دينك. فلذلك هذا الدرس ابتدأناه من المقدمات الكلامية، اللغة أتواضع اصطلاح هي أم توقيف، وآل بنا الأمر إلى الآية وعلم آدم الأسماء كلها لنكتشف الحكمة من تعليمه الأسماء أساسا، لأنها أصل اللغة وأصل الأفعال وأصل الحروف وأصل جميع التقسيمات الممكنة، أن تقسيمات اللغة هنالك من جاء واجتهد وأضاف تقسيمات جديدة، يعني فرع في الحقيقة وجعل الظروف مستقلة عن الأسماء وجعل وكل ذلك من المطاف، إنما مضربون من تسمية بصورة أو بأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.